تريد معنى كلمة ولقد همت به؟ متى تريده الآن يا دكتور؟ الآن قل الآن. اللغة تقول يعني اللغة لم يهم بها أصلا يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني حرف امتناع الوجود، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. في تقديم وتأخير؟ ممكن بعد تقدم. هم بيقولوا همت به فعلا وهم بها تركا وهم بها داخلا. لا أنا أتكلم عن اللغة. اللغة ما أتكلم تفسير. طيب الآن أتكلم لغة. نعم. كنت أضربه لولا أبوه. ضربته؟ لا. ما ضرب. لولا أبوه لضربته. ضربته؟ لا. مقدمت أخرت؟ صحيح. كنت أضربه لولا أبوه. ضربته أنت؟ لا ما ضرب. لولا أبوه لضربته؟ ما ضربته. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ما ضل. ظل عن آلهتهم؟ لا ما ضل. يخلص وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. فتقديم وتأخير يعني. إذا الكلام خارج القرآن حتى تطاح الصورة فقط. في اللغة وكما قرأ يعني ذكره علماء أهل اللغة في هذه الآية حتى يعني البحر المحيط غيره، أنه لم يقع منها هم أصلاً. هم بها لولا أن رأى برهان. لكن حتى تطاح الصورة لنا خارج القرآن، ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هم به. وهذا فحدث تقديم وتأخير فقط. هو تقدم وتأخير. يعني ما هم داخليا وما هم تركا كما قالوا يعني. احنا لا نتكلم عن اللغة، ما لي شغل بالداخل. لأن لو هم بها لا يصبح هنالك معنى لولا أن رأى برهان ربه. ما يصبح لها معنى. من حيث اللغة. من حيث اللغة. ما لو ليس. هم بها لولا أن رأى برهان ربه. الآن حصل بها. يعني لم يهم. لكن لو كان هم بها. زين لولا أراه شنو الفائدة؟ إيه اللي حصل؟ ما أدري شنو يعني. صح. إذا بعد. أحسنت. إذا لولا هذه حرف امتناع لوجود. حرف امتناع الهم لوجود برهان ربي. لم يحصل الهم لوجود البرهان. يقول لولا الغواص غرق الطفل. يبقى الطفل لم يغرق أصلاً. لم يغرق. خلاص هذه. لوجود الغواص. مو هذه يعني. صح. أحسنت. هذا حيث اللغة.